استاذ اشرف، ممكن تعرف على حضرتك؟ انا اشرف عجلان سائر. 16 جمعة 16/9، ايه مؤشراتها النهارده الساعه 2:30؟ والله مؤشراتها خير طبعا، انت شايف الميدان يعني مليء بالناس من امبارح، هو مش مليء يعني، ولكن هو الصينيه مشغوله، الصينيه اللي هي كانت ممنوعه عن الصور لفتره وجيزه، ولكن الصور كانوا صايمين وما كانوش شغالين بالهم بيها قوي، فبالتالي الصينيه رجعت لهم تاني. ولكن الكلام على يوم 16 جمعة 16 هو مرتبط بأحداث 9/9 اللي هي أعقبت اليوم الجمعة الناجح في 9/9، وخاصة ما تم من اقتحام السفارة الإسرائيلية وتحميل المشهد الثوري مسؤولية اقتحام السفارة الإسرائيلية على غير الحقيقة، يعني نوع من استغلال الموقف أو افتعال موقف لتلطيخ سمعة المشهد الثوري كالعادة، تعودنا على ذلك. ولكن للأسف الأحداث اللي عقبت اقتحام السفارة الإسرائيلية كانت دامية، وكانت للأسف يعني صورة طبق الأصل مما حدث أثناء 18 يوم خلال ثورة يناير، من 25 يناير لغاية 11 فبراير. شفت بعناية عربية الشرطة وهي بتقتل المتظاهرين، عربية نص نقل كانت جايه من قدام تمثال نهضه مصر في شارع مراد، متجهه في اتجاه الدقي في الطريق المعاكس المواجه للسفاره السعوديه. الطريق ده كان مليان بالناس، ما كانش ممكن تعدي منه ورقه ما بين الناس، وشفت العربيه بتسوق باقصى سرعه ليها في اتجاه المتظاهرين. ما كنتش مصدق ان ده حاصل او ده هينتهي ان هو فعلا يصطدم السائق، يصطدم فعلا بالمتظاهرين، ولكن ارتطام العربيه بالكتل البشريه ادى الى انها تختل توازنها اكتر من مره، ولكن ما لاحظتش ان السرعه قلت ولا حتى واحد من مليون من الكيلو. طبعا اختفت العربيه بسرعه، ولكن انا متاكد ان خلفت وراها جرحى وقتلى. انا رحت بعد كده ادور في المستشفيات على ايه مين اللي ممكن يكون النقل الى هذه المستشفيات، فلقيت احمد محمد سيد كان في مستشفى محمد، مستشفى ام المصريين. احمد محمد سيد جاله شرخ في جمجمه، وللاسف حصلت مواقف كثيره جدا انا مش عايز اركز فيها قوي عشان نتكلم في يوم ال 16/9، ولكن انا بتكلم فيها بلفت النظر ليها لان دي ما كانتش ابدا ردود افعال او افعال من الشرطه توازي ما تم من مظاهرة سلمية، وأنا بأكد أنها كانت سلمية. أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية سواء كانت مخابرات أو تحريات عسكرية أو أن كانت، أنا أعتقد أنها كان عندها القدرة بمنتهى البساطة أنها تحدد مين بالضبط المسؤول عن اقتحام السفارة الإسرائيلية، وبالتالي كان ممكن أنها تتعامل معها قانونيا في إطار القانون العادي، وكان في كتير من القواعد القانونية اللي كان ممكن من خلالها الأجهزة المعنية تحمل كل شخص مسؤوليته وتضع قدام مسؤوليته بدون ما تحمل المشهد الثوري عامل عاطل على باطل مسؤولية شيء هو بريء منه ولم يكن يعي ما هذا. تمام، اللي حصل ان اللحظة اللي بدأت فيها هذه السيارة تهزم المتظاهرين كانت بداية العنف، وانا حبيت اذكرها على هذا السبب، وبالتالي ده المقدمة الضرورية اللي كان من اجلها او اللي من اجلها بكرة في تجمع في ميدان التحرير للتعبير عن رفض فكرة إعادة تطبيق قانون الطوارئ بالشكل اللي أعلن عنه. وللأسف الإعلان تم من خلال الوزارة اللي هي المفروض وزارة ثورة، المفروض هي جت عشان تقضي على مثل هذه الإجراءات من قانون طوارئ وغيره، ولكن قانون طوارئ هو كانش تعطل، ولكن كان تعطل العمل به إلى حد كبير، ولكن الإعلان كان إعادة العمل به بكامل مواده. ونص الإعلان الذي أذاعه السيد وزير الإعلام على حق وزارة الداخلية في استعمال حقها في الدفاع عن النفس بكافة الوسائل، ويعني أنا مش متصور إيه كافة الوسائل في إطار قانون طوارئ، يعني واضح جدا التوجه فين. احنا بنرجع تاني نقول ايه قانون الطوارئ، احنا يعني بنطبقه ولكن على يعني بعض الجرائم او بعض الناس. اللهجه دي مش غريبه ابدا عن اللهجه اللي كانت قبل 25 يناير. بعد حوالي 8 شهور من تخلي الرئيس المخلوع
ما زالت نفس اللهجة مسيطرة على الإعلام، مسيطرة على السياسة، مسيطرة على الجو العام في مصر. يعني يكاد يكون الواحد مضطر يسأل نفسه كل يوم هو فعلا كان فيه ثورة ولا لا. لهذه الأسباب نزل الصور، نزل الصور بكرة عشان يعبروا عن رفضهم للإجراءات اللي تمت بناء على أحداث ما كانوش جزء منها وما كانوش هم المخططين ليها. وأنا شخصيا ما عرفش أي شخص ولا أي فرد في المشهد الثوري كان عنده الرغبة والإرادة ولا الموافقة على أن يتم اقتحام هذه السفارة بهذا الشكل، لأن ما حدش فيهم كان عايز يستبدل السفارة بأهداف الثورة. أهداف الثورة ما زالت هي بؤرة اهتمام كل الثوار، وهم مش هيستبدلوا بيها أي حد. والتعبير عن رفض قانون الطوارئ برضو مش هيكون هو نفسه استغناء عن متابعة أهداف الثورة ومدى تحقيقها والاستمرار في هذا الطريق. شكرا. شكرا تحت أمرك.